إضافة على هذه ال 11 المحطة الموجودة، يعني السلطات العمومية للدولة كلفوا مرة ثانية بعد هذه الأزمة تاع المياه المتواجدة في الجزائر، يعني في تاع توزيع المياه وشح الأمطار خاصة في خلال هذه السنة، كلفنا بإنجاز مشاريع أخرى. فيه مشاريع مستعجلة، هي تقريبا 4 مشاريع مستعجلة، وفيه مشاريع على المدى المتوسط والطويل. هذه المشاريع تدخل في استراتيجية الدولة، لأنه اليوم تحلية المياه تساهم هذه المحطات تساهم تقريبا في بحوالي 17% من تغطية الطلب على 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 المياه في الجزائر. ننتجوا هذه 9 الوحدات اللي راهي تنتج اليوم، تقريبا نقولوا 10 وحدات اللي تنشط، تنتج حوالي اكثر من 2 مليون متر مكعب من المياه، يعني قيمه معتبره. كما نقولوا الاهداف المرجوه هي الوصول من 17% الى 50% في المدى المتوسط.